سور الرائد محمود محمد عصام الكومي الذي أصيب في ساحة الشرف والنضال بأرض سيناء الغالية لإلقاء كلمة في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إنه لمن دواعي فخري وسعادتي أن أشرف بحضور حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة الذين يمثلون الشباب المصري الواعد حراس أمن الوطن. وقد ازداد هذا اليوم تشريفاً وتعظيماً بوجود سيادتكم يا فخامة الرئيس. السادة الحضور، لقد أقسمت بالله عند تخرجي أن أرعى سلامة الوطن وأن أؤدي واجبي بالذمة والصدق، وها أنا أقف أمام سيادتكم اليوم باراً بقسمي متسلحاً بالعزيمة والإيمان لكي أؤكد أن رجال أمن مصر يدركون بجلاء المخاطر التي تحدق بالوطن، وأنهم لا يتوانون عن الإسهام الجاد من أجل صون أمن مصر القومي وحماية أمن وسكينة وقيم المجتمع ونظامه العام. ولا يفطر لهم عزيمة أو تحول ما يتعرضون له من المخاطر أو الإصابات عن الاستمرار في مسيرتهم للزود عن الوطن. مهما كانت التضحيات فهي تتضاءل أمام أمن مصر ورفعة شأنها. ولقد جئت اليوم بعد أن فقدت البصر بإحدى عيني وهمي أن ترى مصر النور، واقفاً بصمود على قدمين صناعيتين، داعياً الله أن يكون ذلك فداءً حتى يقف وطني شامخا معززا. وأنا على استعداد للتضحية بالروح والنفس تحقيقا لغاية الشرطة السامية. السيد الرئيس، وإذ أنتهز هذه المناسبة التاريخية التي جاد علي بها الزمان بأن أمثل أمام سيادتكم، وقد كانت أمنية غالية من أمنيات حياتي، لأقسم لكم يا فخامة الرئيس بأن جميع ضباط الشرطة على قلب رجل واحد خلف قيادة الوزارة السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وماضون في تضحياتنا بالغالي والنفيس، ومصرون على انتزاع شأفة الإرهاب وقهر كل من تسول له نفسه النيل من شعب مصر العظيم أو ترابها المقدس. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أعطي لكل ذي حق حقه، وأن أتقدم بأسمى عبارات الامتنان والتقدير لوزارة الداخلية برموزها وللدولة المصرية بقيادتها الرشيدة لما قدموه لي ولزملائي من مصابي الشرطة من أجل استكمال رحلات العلاج وتذليل كافة العقبات، بما يكفل لنا سرعة الشفاء والعودة لمحاربة قوى الشر والبغي حتى آخر قطرة من دمائنا. كما أهنئ زملائي الخريجين الجدد متمنياً لهم التوفيق وسداد الخطى في مسيرتهم الأمنية. حمى الله مصر
وجعلها واحة للأمن والأمان والاستقرار في ظل حكمة وجسارة قائد المسيرة الوطنية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.